نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد بن عبد الله ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه حتى تركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك اعاذنا الله واياكم من النار وعذابها اللهم تقبل اللهم امين. ثم يا احبتي في الله إن الإسراء والمعراج حق، قد دل صريح الآيات القرآنية وصحيح الأحاديث النبوية على أن واقعة الإسراء والمعراج حق، وإنه أتاه ملكان فأتيا به عند الكعبة فشق صدره وغسل بماء زمزم وحشي به ما حشي ثم وضع به في صدره، وليس ذلك من الخيالات. قال أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح القصة عند أصحابه وعلم بذلك كفار قريش